لحد اخر جوله هيبقى في مشاكل للفرق الاخيره. طب ما تيجوا نستعرض المشاكل اللي باقيه للفرق اللي موجوده في الحته دي، بدايه من طلائع الجيش لحد الاسماعيلي، وعايز اعرف رايكم مين الاقرب لان يرحل عن الدوري الممتاز. يلا بينا نستعرض، هنبدا من ماشي من اسوان. اسوان ماشي، يلا بينا. اسوان اللي معاه 31 نقطه ماتشاته اللي جايه، حرس الحدود الاقرب للرحيل، المقاولون العرب، الاسماعيلي، مواجهه مباشره يعني بين فريقين بيتصارعان، طلائع الجيش مواجهه مباشره مع فريقين بيتصارعان، الداخليه مواجهه مباشره، وبالتالي زي ما انت شايف اسوان عنده اربع مواجهات مع فرق بتصارع زيه. موقفه صعب جدا. غزل المحله عنده ماتشات مع امبي، المصري، الزمالك، البنك الاهلي اللي بينافسوا برضه للبقاء، حرس الحدود اللي برضه بينافسوا للبقاء. صعب جدا. صعب جدا. غزل المحله صعب جدا. خاصة كمان في عنده مصري وزمالك. في ظل المشاكل يعني. مدير فني دايما المدير الفني في غزل المحله في مشكله، في حاجه يجي شويه يتالق في ظاهره غريبه جدا في غزل المحله. ايه هو دايما يجي مدير فني بيتالق جدا في البدايه، بعد كده بيبقى سائق جدا في عين الجمهور هناك، فانا مش فاهمها دي ليه. يعني حصل كذا مره، عوده بسيوني كابتن عبد الباقي جمال معمول اغنيه باسم عبد الباقي جمال، عبد الباقي جمال ده مدرب قوي جدا. ايه الاغنيه اللي تتغنى له؟ كان لا في مش فاكر. لو فاكرها يعني. لا لا مفيش، بعرف اغني صوتي وحش. ف اتشال على الراس بعدين بقى سيء جدا في عين الكل. هي فين المشكله في غزل المحله؟ مش فاهم. بس برضه سريع شويتين. دايما الانديه الجماهيريه ما بتقبلش ان فريقها يبقى عنده مشكله. مظبوط. وده مش صح، هي في النهايه كوره. صح. وفي انديه كمان بتدعم مشاكل كبيره. مظبوط. الداخليه ماتشاته اللي جايه المتبقيه، البنك الاهلي، حرس الحدود، المقاولين العرب، الاسماعيلي، اسوان. يعني برضه زي ما انتم شايفين عنده حرس الحدود، اسماعيلي، اسوان فرق، والبنك الاهلي فرق بتصارعوا على البقاء، ماتشات برضو قويه جدا. الداخليه مع كابتن علاء عبد العال. انا حتى كتبت من قيمه يومين ان كابتن علاء عبد العال بينجح وبيقدر ان هو دي. في الظروف دي يعني شوف ياخد بونت اتنين وممكن فجاه كده تلاقيه خد ثلاثه بونت من فرقه هو ما تتوقعهاش ويحسم امره. دي ميزه كابتن علاء عبد العال بصراحه يعني مع الفرق اللي كان بيدربها قبل كده. والمباريات التاليه لمنافس جديد من المنافسين اللي موجودين، البنك الاهلي عنده الداخليه، الاتحاد السكندري، الاهلي، غزل المحله اللي بينافسه، وفيوتشر. تقيله قوي دي. صعب جدا. صعب جدا على البنك الاهلي. تقيله قوي دي. يعني سواء الفرق اللي بتنافسه او الفرق اللي فوق ماتشات قويه. في منافسه قويه. مفيش فريق من دول مش عايز الماتش بتاعه. صعب. طيب اللي بعد كده سيراميك كليوباترا عنده، بص برضو فيوتشر بكره، الاهلي، فاركو، سموحه، طلائع الجيش، بيراميدز، امبي. ايه رايكم؟ انا شايف سيراميك، فريق سيراميكا كليوباترا يعني مع السكواد اللي موجود خصوصا ان هو يعني لعب اقل ماتشين. يمكن دي الميزه فعلا. شايف ان هو ممكن يعني فرصه في البقاء. فرصه قويه جدا. طيب مين تاني؟ الاسماعيلي بقى عنده مقاولين، طلائع جيش، اسوان، داخليه، اتحاد سكندري. زي ما انتم شايفين في ثلاث فرق ورا بعض من الفرق اللي موجوده في الصراع معاه. الاسماعيلي يعني في الثلاث ماتشات اللي هم طلائع الجيش واسوان وداخليه ممكن يحسن بقاء في الثلاث ماتشات دول. بس انا بحب الاسماعيلي. فانا بحب الاسماعيلي ودايما انا هكون متحيز للاسماعيلي. ليه؟ انا بحب الاسماعيلي جدا. جدا بدون سبب، بحب الاسماعيلي واسماعيليه. هو كمان كنادي ليه تاريخ كبير قوي، فبيبقى قاسية على اي حد ان يقول ان الفرقة دي ممكن بتنافس ضد الهبوط.